لعيب مهم جدا اجايب بكل تاكيد واتكلمنا عنه بشكل كبير. عايز اطمن جمهور النادي الاهلي على لاعب سابق ومش مجرد لاعب سابق، هو نجم كبير واسطوره من ضمن اساطير النادي الاهلي في الحقيقه، هو الكابتن عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق واللي كان تعرض لوعكه صحيه اول امس. يعني الراجل كان بيلعب لعبه البادل مع سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق ايضا، فحس بهبوط في الدوره الدمويه كده، الراجل يعني اغمى عليه. بعد كده راح المستشفى بنفسه، دخل بنفسه المستشفى عمل بعض التحاليل اللازمه والاجراءات اللازمه اللي يطمن من خلالها. خلاص النهارده خرج عماد متعب من حوالي 3 4 ساعات كده بالتحديد، راح بيته وبقى وسط اهله الحمد لله والدنيا كلها تمام. كان في اشتباه في جلطه لكن الاطباء بعد الفحوصات اللازمه يعني اكدوا ان ما فيش اي جلطه ولا حاجه والامور كلها جيده. حتى في تويته كان نازلها عماد متعب، ايوه هي دي، من حوالي 4 ساعات او الساعه 1:15 تحديدا. يعني الراجل بيقول الف شكر ليكم جميعا، انا في بيتي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا نجم مصر كابتن عماد متعب، احد اللاعبين التاريخيين في تاريخ الكره المصريه والنادي الاهلي.